كما تشاهدون في الصفحة الرسمية لنادي الرجاء في الانستغرام، ألف مبروك لنادي الرجاء الفوز بهدفين أعزائي المشاهدين في الدربي الكازاوي دوري كازا دربي كازابلانكا بين الرجاء والوداد. مبروك عليكم الفوز 2-0. صراحة دربي تاع الرجاء والوداد، دربي كازابلانكا ودربي معروف عالميا، الرجاء بتاريخه جمهوره، الوداد بتاريخه جمهوره، الوداد راه بطل إفريقيا يعني بطل دوري أبطال إفريقيا. حتى هما عارض لك ليهم إن شاء الله التوفيق في باقي المباريات. ومبروك على الخضر. من قناة ربيع فيزيون تجدون رابطها في الديسكريبشن بوكس أعزائي المشاهدين، نادي الوداد بالأحمر والأبيض اللون المعتاد ونادي الرجاء باللون الأخضر. تحياتنا لكم. يعني الديربي طبيعة الحال دائما ما يكون فيه أهم حاجة هي الجماهير، ولكن كما كم تشوفوا يعني التريبين شبه فارغة ولا فارغة. طبيعة الحال نجم نادي الوداد، نجم النجوم، نجم النهائي، شوف الملعب فارغ، يعني ليس بالأمر الشباب والجميل أنك تشوف يعني صور متاذي. هاي كرة رجوية هنا خطيرة في البداية والدفاع يتدخل. حتى نادي الرجاء هو نادي يعني صراحة يسعى لإيجاد التوليفة، لأنه الجماهير كانت غضبانة على الفريق طيل الموسم برغم أنه كان هناك النتائج في بعض المرات إلى آخره، إلا أنه الجماهير يعني غضبانة. كرة الودادية كانت وزنيتي في المكان المناسب بصراحة. تشوف زنيتي، شوف بر الأمان، بر الأمان زنيتي أنس، تحية عسكرية ليك يا زنيتي. صراحة حارس كبير احترمه بزاف أنا، يعني برغم كل ما يقيل يعني عنه أنا نشوف بلي يستاهل الاحتراف، برغم أنك تقول كبير في السن ولا تقول يعني ما يشوف بلي يستاهل الاحتراف، يعني هذا رأيي شخصي، لأنه في المستوى هذا اللي راه فيه يقدر يلعب في أكبر الأندية. تبقى ممكن تقولوا لي بلي التواصل، التواصل يعني في نادي الرجاء عنده تواصل ملعبي لأنه عنده مدة في نادي الرجاء، ولكن التواصل هذا يخلق في الفرق، في فرق ماشي يجي مع اللاعب. المدرب الذكي مدرب نادي الوداد صراحة، يعني هل سينفعه الذكاء الذي قام بتوظيفه في كأس ولا في دوري أبطال أفريقيا مع نادي الرجاء أم لا؟ كرة رجوية ممتازة مرت عليه يا رباه، راحت عليه ببضعة سنتيمترات، تشوف يا رب لو مسكها وسدد يعني شدها كنترول فراب لكان خطر كبير جدا على مرمى حارس نادي الوداد. هنا خطأ بطبيعة الحال، خطأ عرجون هنا مع اللاعب الودادي. الروح الرياضية حضرة صراحة حاجة بزاف مهمة. بنزا أيضا واحد من اللاعبين اللي أدوا موسم كبير مع نادي الوداد. يا بنون عينات يا بنون في دفاع الرجاء، ترك فراغ صراحة. هاي خطيرة، هاي خطيرة، هاي صعبة. حداد ويضيع حداد، فرصة كانت مهمة جدا. شوف كيفاش رجعها، كان قادر يروح على يمين على يمين، يعني اللي كانت أفضل. هاي راحت للكرة، راحت للكرة، خطيرة كانت كرة رجول تزيع والدفاع يتدخل. تعود الكرة لنادي الرجاء، يطلع كرة للأمام، شوف من قلب الدفاع إلى الحداد والحارس. تعود كرة ممتازة هنا ودادية، توزيع لكن ما كاش المرور، ما كاش المرور، ممنوع المرور. نيباسا نيباسا ما عرفش إلا كاينة من هذه الكلمة ولا ما كاش منها. المهم هاي الكرة رجوية هنا ممتازة التمريرة، لو مرت للحداد لكانت خطيرة جدا. كرة خطيرة هنا ودادية والدفاع في المكان المناسب صراحة. يعني ديربي رانا نشوفوا فيه تكافؤ، متولي متولي التمريرات، المايسترو الكبير محسن متولي واندريا بيرلو لنادي الرجاء. مرت بسلام، مرت بسلام، كانت فيها خطورة كبيرة. شوف 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 تمريرة والدفاع والتقنوتي راه مع الكرة، ولكن يعني كانت الكرة بعيدة عن المرمى. طبيعة الحال نادي الرجاء رانا نشوفوا فيه هو الأكثر ضغطا، كانوا نادي الوداد تعبان. ويلو يا حداد ويا التقنوتي على البارات. شوف 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 صراحة يعني حارس المرمى بقى متمركز واقف وصامد أمام كرة صعبة جدا. كرة لنادي الرجاء المراوغة والسقوط سيد الحكم، هل هناك ضربة جزاء أم لا؟ سقوط هنا، شوف كيفاش حط الكرة الحداد، حب يديله فانت، الفانت يس، ضربه للرجل اليسرى، متولي داخل الشباك. يعني صعب جدا انه الكرات اللي يتولاها متولي تكون خارج الكادر، هو لاعب كبير صراحة محسن متولي في الكرات الثابتة سواء ضربات الجزاء ولا الكرات الثابتة صراحة. 10 على 10 طبيعة الحال. هو المدرب صراحة يعني نادي الرجاء عنده توليفة من اللاعبين، لو كان غير كما قولوا زيد تعاود تحيا الروح تاعهم
يعني يعاود يرجع رجاء رجاء الموسم الماضيه صراحه، لانه في الوقت الحالي نحسوا باللي كاين اسماء كاين فرديات ولكن نروح الفريق هي اللي ناقصه. اليوم راه نادي الرجاء في النادي الوداد ضد نادي الوداد داروا القلب وداروا الاتحاد تاعهم، راكم تشوفوا كيفاش راهم متقدمين ضد ابطال افريقيا يعني ضد نادي الوداد بطل افريقيا. ونادي الوداد انا شك بلي راه تعبان وفي نفس الوقت ممكن غير موفق، لانه نادي الرجاء راه جاي محتاج الى هذه المباراه اكثر. تسديده من بعيد لا يلعبها يلعبها يتوغل يطلق الى التسديده والتوزيع، لكن دفاع يتدخل هاي المتولي شوف 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 السرعه متولي. اوه يا متولي تقلقت يا متولي تقلقت على رزقك، كان بامكانك انك تنتظر قليلا. اي 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 لا تتسرع على رزقك. كره الرجاء توزيعها عاليه والدفاع يتدخل صراحه ضغط رجاوي هنا في هذه اللحظات. كرة خطيرة أخرى إلى نادي الرجاء الحداد يراوغ ولكن الدفاع الحداد يا ماذا تضيع يا الحداد فرصة الهدف الثاني أمام حارس المرمى وأمام المدافعين والدفاع يخرج الكرة إلى الركنية. التسديدة والدفاع يعني كان في المكان المناسب. شوف كيفاش الحداد حاول يمر يراوغ والتسديدة ولكنها اصطدمت في المدافع، غطى المدافع كما يجب مرماه غطى كما يجب مرماه، يعني هذه لازم ينوض حتى وإن كان بالقرب من يعني السقوط ولكن أنقذ المباراة. خطأ هنا هاي هاي توتر الأعصاب طبيعة الحال. لاعب الرجاء هنا يستاهل بطاقة، مش يستاهل بطاقة وإنما يستاهل أنه الحكم يصفر خطأ لصالح حارس المرمى لأنه غلق له الطريق. لاعب رقم 24 شكون هو؟ هاي كرة ودادية توزيع بابا بابا خطيرة، يعني الملامح تاعها تبان خطيرة ولكن في أرضية الميدان الله أعلم إن كانت من خطيرة ولا لا. أنا زنيتي وتقنوتي صراحة المباراة حارسين كبار بزاف. كرة خطيرة هنا الدفاع يلعبها إلى الحارس تقنوتي أبطال إفريقيا عزيزي المشاهدين. لما تشوف نادي الوداد في إفريقيا صراحة فخر فخر كبير، ولكن يعني حتى هذه المباريات المحلية يعني إن شاء الله نشوفوا مباريات كبيرة لما لا. توزيعها ممتازة كانت يا لو لمسها براسه فقط لو لمسها خبطت في راسه يعني في المكان وفي الزاوية المناسبة لكان هدف لأنها كانت قوية. أوه تغطية الكرة ولكن ما تمكنش. كرة لنادي الوداد الآن من على التسديد الدودي على التسديد عالية. ماكش موفق اليوم يا الدودي، لست موفق اليوم يا الدودي في تسديداتك، يعني لست موفق اليوم لا أنت ولا صديقك ولا زملائك يعني صراحة غير موفقين. أوه يا زنيتي يا زنيتي شوف 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 اللقطة كيفاش شوف شوف كيفاش اللقطة خلل في الدفاع. شوف زنيتي طار معها الكرة صراحة طار معها الكرة ممتاز. أنس أنس اسمك شباب يعني أنس إن شاء الله يرزقني ربي سبحانه ذرية صالحة مع زوجة صالحة إن شاء الله حتى وإن كانت ودادية ونزوج معها نورمال يعني إن شاء الله. أنس اسم شباب صراحة عندي وليد عمي اسمه أنس. كرة الهدف الثاني لصالح نادي الرجاء الدوبلي من طرف محسن متولي أعزائي المشاهدين. مبروك لنادي الرجاء مبروك لنادي الرجاء هذه النتيجة في المباراة الديربي يعني بدون جمهور صراحة نقص شارم وطابع الجمهور. مبروك هذا النقاط الثلاثة يعني المهمة جدا في البطولة اللي تلعب في الجولات الأخيرة تاعها. أشكركم أعزائي المشاهدين على متابعتكم هذا الفيديو للأخير. سقانا راهي تقتل إن شاء الله ربي معنا. بيس صلوا على النبي خاوتي بيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.